هي هي جملة الموسم لهالسنة، فاللي بيدخل على أي هاشتاج بيحمل اسم تيم حسن أو الهيب الحصاد بيلاقيها متصدرة التعليقات. Don't sorry. ومعقول إنه نور ما وقعت بحب جبل إلا لما سمعته عم يحكي إنجليزي. أنا درست إدارة أعمال. إدارة أعمال في شركة فرنسية هون لها فرع. فعملت معنا الانترفيو. وبهالوقت لما تسأل فانز تيم شو اللي بتحبه بشخصية جبل رح يعددوا أربع أشياء: رجوليته، ضحكته، عيونه، ولغته الفرنسية. صفا كيف ركبتوها؟ هو أصعب شغلة عم يعملها تيم بهذا الدور إنه هو يمثل بالتمثيل، وهذا ليفل شوي معقد وصعب. يعني نحن عنا جبل اللي عم يمثل، عمليا جبل أكيد لازم يكون ممثل فاشل وعنده هفوات من ضمنها هي. يعني أنت عم تجرب أنك أنت تنتحل شخصية متعلمة عم تبحث عن فرصة عمل، والمفروض أنه عندك تحصيل أكاديمي خليك يكون عندك لغات وكذا، هذا كله ما موجود عنده. ويبدو أنه حياة المدينة غيرت كتير تفاصيل بشخصيته، فجبل اللي ما كان يرتاح غير لما بينادي سمية بسامية وكان يقسى عليها بكلامه وتصرفاته. والرجال هذا ويلعن حظ اللي مثل إجري جوزك. انقلب 180 درجة لما التقى بنور رحمة وصرنا نشوف جبل الراية اللي ما عنده انفعالات كتيرة ونظراته ما فيها حدية، أما لهجته بالكلام فصارت كلها حب وحنية بعد ما انسحر بعفوية نور رحمة وجماله وأنقته. ليكي أنا ماني شاطر بصف الحكي، بس ربي أنت أحلى مرة شفتها بحياتي كلها. وانتوا عم تشتغلوا يعني ما حسيت انه كمان انه شوي الناس يعني متعودين على جبل القاسي دايما صوته صريخ وعالي، ما حسيت انه في ريسك لانه الناس تشتاق لجبل اللي هن تعرفوا عليه باول جزئين؟ اللي بتمرجل على الحريم حق رصاصة. اذا بتلاحظ جبل مع نور هيك ومع عائلته وعشيرته وخاله وهو جبل دخيل اسم الله بين يمي، زائد انه هلأ جبل ما مرتاح، فكرة انه نخلي الناس تشتقله ممكن يكون هدف هذا. بس الجمهور كمان اعجب فيه بهالاسلوب الجديد، وتفاجأوا لما جبل شيخ الجبل الامر الناهي بالهيبة بيصحى بكير ليحضر الفطور لنور رحمة. بونجور يا بونجوراتك. هذا ما كانوا مفوكسين عليه بالجزئين اللي قبل، يعني جبل طلع إنسان حساس كتير. ما نحطت شخصية جبل بظرف مثل اللي عم نشوفه هلأ بخلينا نكتشف له هذا الوجه الآخر للشخصية، وخاصة بين قوسين نحن عم يضطر جبل ينتحل شخصية بحكم الظرف اللي نحط فيه. وحتى لما قرر يرجع لطبيعته فكان من خوفه وحبه لنور. ليش هيك؟ قلت لك خذ نصيحة مني. بس ما بنعرف شو حيصير فيه بعد ما انكشفت شخصية جبل للصحافة والإعلام، ولنور كمان اللي صدمتها كانت كبيرة بعد ما عرفت إنه فادي هو جبل. بهذا نكون أول من حصل على هذا المشهد الحصري والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة. طب خليني أتوقع شغلة. سيرين حتضل مهددة وبتضطر إنه تلجأ وتطلع تهرب عن جبل بالهيبة. أنت إلك ميول بالكتابة على فكرة صفي، برافو عليك. حتطلع تهرب بالهيبة. شوف بتجرب إنك تتوقع بتصيب يمكن جزء، رح أترك الجزء اللي ما صبته معلق لحتى نترك لنا شوية تشويق.